أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نوافذ برية. في هذه الحلقة نفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على طائر الحجل الشائع أو الشنار كما يعرف في فلسطين وفي كثير من مناطق انتشاره. وحسب كتاب طيور الشرق الأوسط فإن طائر الحجل الشائع يقع ضمن مجموعة صنفها الكتاب تحت اسم طير الصيد. من اسم المجموعة نلاحظ أن طيور المجموعة تندرج تحت الطيور المستهدفة من الصيادين. أما الاسم المركب للطائر الحجل الشائع ففيه دلالة على أن هناك طيور أخرى تحمل اسم الحجل، ففي نفس الكتاب وتحت نفس التصنيف نرى على سبيل المثال طائر الحجل القزويني، الحجل الكوكازي، الحجل العربي، الأرمد، والحجل الرملي. وبسبب انتشاره الواسع مقارنة بأنواع الحجل الأخرى وبسبب كثرة أعداده وشهرته فإنه يعرف لدى عموم الناس بالحجل فقط دون إضافة شائع لإسمه. في منطقة الشرق الأوسط ينتشر الحجل على بقعة جغرافية ضخمة بحيث يتواجد تقريبا في كل مناطق فلسطين مع تفاوت في أعداده بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، كما يتواجد في أجزاء من شرق نهر الأردن ولبنان والجزء الساحلي من سوريا، ويمتد تواجده إلى مناطق شاسعة من تركيا والعراق وأجزاء من إيران. عادة يتواجد الحجل الشائع على شكل مجموعات صغيرة ويعيش بشكل أساسي في مناطق المنحدرات الصخرية والتلال والمناطق شبه الصحراوية، كما يتواجد أحياناً في المناطق السهلية المزروعة، إلا أنه يتجنب المناطق المفتوحة التي تفتقر للغطاء النباتي، والذي بدوره يشكل مصدراً رئيسياً لغذائه، حيث يتغذى الحجل الشائع على الحبوب وأوراق النبات وبذور الزهور كما يتغذى على الحشرات. يبلغ طول الحجل الشائع ما بين 32 إلى 35 سنتيمتر، ويتراوح وزنه بالمعدل من 500 جرام إلى 700 جرام. ويكتسي جسم طائر الحجل بريش ملون بأربعة ألوان، فنرى البني الفاتح المائل إلى الصفرة في أسفل الجسم، واللون السكني الذي يغطي معظم جسمه، ويتوزع اللونين الأبيض والأسود على وجه الطائر وجناحيه، ويضيف اللون الأحمر الذي يحيط بعينيه جمالاً إلى جماله. هذا المزيج من الألوان يساعد الطائر على التخفي لتشابه ألوانه بألوان الطبيعة التي يعيش فيها، ويتشابه ذكر الحجل الشائع والأنثى لدرجة يصعب تمييزهما إلا من خلال الخبرة الطويلة ودقة الملاحظة، حيث يكتسيان بنفس ألوان الريش، إلا أن الذكر عادة يكون أسمن قليلا من الأنثى وينفش ريشه ويكثر من الاستعراض والحركة خاصة في موسم التزاوج. وإذا دققنا أكثر نجد أن الذكر يتميز بوجود نتوء أو رسغ في رجله غير موجود في رجل الأنثى. طائر الحجل طائر مستوطن لا يهاجر، ومع هذا فإنه قد يتحرك في بعض المواسم من منطقة إلى أخرى في مناطق انتشاره ليتفادى درجات الحرارة المتدنية والثلوج في المرتفعات. والحجل لا يطير لمسافات طويلة، بل من ملاحظات الحقلية فإنه يتجنب الطيران إلا عند الضرورة، ويفضل الجري السريع إذا واجه خطراً، وعند اقتراب الخطر أكثر فأكثر يلجأ إلى الطيران كحل أخير.
يتكاثر الحجل الشائع في فصل الربيع ويبني أعشاشه على الأرض ولا يبنيها ككثير من الطيور على أغصان الشجر، ويختار الحشائش والشجيرات الصغيرة لإخفاء عشه، ويأتي عشه على شكل دائري يضع فيه ما يصل في بعض الأحيان لعشرين بيضة، ويسمى عشه بالتسمية الشائعة المدحة. الحجل الشائع طائر حذر إلى حد كبير، وهو من الطيور التي تخاف من الإنسان والتي يصعب الاقتراب منها دون أن تهرب. بالتالي لإعداد تقرير كهذا والالتقاط صور مميزة له، أنت بحاجة إلى ثلاثة أشياء: التخفي بشكل متقن، والسكون لمدة طويلة في مكان يتم اختياره بعناية فائقة لانتظار قدومه واقترابه منك، وأخيرا أنت بحاجة لأدوات تصوير مناسبة لمثل هذا النوع من الطيور. طبعا الحذر الشديد للطيور عادة ما يكون مرتبط باستهدافه من قبل أعدائه من إنسان وحيوان وطيور جارحة، خاصة أن هذا الطائر يقع ضمن مجموعة كما ذكرنا في بداية الحلقة تسمى طير الصيد، وهي المستهدفة من قبل الصيادين. طائر الحجل الشائع ليس من الطيور المدرجة على اللائحة المهددة بالانقراض عالميا، ولكن هذا لا يعني أن وضعه آمن في الدول التي يتواجد فيها. أنا متأكد، وهذا من ملاحظاتي اليومية وما أسمعه من كثيرين، أن هناك من يشاهد هذه الحلقة ويذكر أن محيط بلدته كان مليئا بالحجل وأنه اختفى تماما الآن. طبعا هذا بفعل الصيد الجائر وجمع بيوضه في موسم التكاثر، والذي أدى إلى تناقص أعداده بشكل كبير ومتسارع، كما أدى إلى اختفائه من مناطق كثيرة. يضاف إلى كل هذه العوامل التدخلات البشرية غير المسؤولة في النظام البيئي. وقد تنبهت بعض الدول لضرورة التدخل لتعويض التناقص المتسارع في أعداده من خلال وضع قوانين صارمة تقنن الصيد فتسمح به في أشهر محددة وتمنعه بقية العام، كما أن هناك العديد من المبادرات لإطلاق أعداد من الحجل للطبيعة كخطوة مضادة لتناقصه. وتأتي هذه المبادرات بشكل جماعي من قبل مؤسسات عاملة في مجال البيئة والحفاظ على الحياة البرية، كما هو الحال في تركيا على سبيل المثال، حيث تم إطلاق 1000 طائر حجل للطبيعة. ونفس الشيء هناك جمعيات في الأردن قامت بإطلاق 600 طائر في محمية ضانة. كما يمكن أن تأتي هذه المبادرات بشكل فردي، وهو ما أعرفه عن بعض مربي الحجل في فلسطين، حيث يطلقون جزء من فراخ الحجل إلى الطبيعة في كل موسم تكاثر. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ برية، والتي تعرفنا من خلالها على طائر الحجل الشائع. وقبل إغلاق النافذة أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ونافذة جديدة، مع تحياتي عماد دواس.